نتابع مباشرة وصول عاهل البلاد الملك محمد السادس كما جرت العادة مشاهدينا الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل عام يترأس ملك البلاد يترأس افتتاح الدورات التشريعية ويلقي خطابات ملكية. بالمناسبة أكد ضيوفي الكرام بأن الأمر يتعلق بخارطة طريق للعمل التشريعي والعمل التنفيذي، عمل البرلمان بغرفتيه وأيضا عمل الحكومة. سأواصل معك دكتور عبد الرحيم المنار سليمي بانتظار طبعا أن يبت الخطاب الملكي مباشرة، ونحن نشاهد هذه الصور ويشاهدها معنا المشاهدون الكرام. دكتور عبد الرحيم المنار الصورة هنا بريئة. أنصتنا للنشيد الوطني وتحية العلم. سأواصل معك دكتور عبد الرحيم المنار السليمي بقراءة المشهد. تحدثتم في مداخلتكم الأولى عن مكونات الصورة وحضور طبعا ملك البلاد إلى جانب ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد. تحية العلم، النشيد الوطني، أيضا اللباس، لباس البرلمانيات والبرلمانيين، اللباس المغربي التقليدي، الدخول إلى قبة البرلمان، إلقاء الخطاب، خطاب خصوصيته أنه يعنى بالشأن الداخلي. كل هذه العناصر تشكل صورة المغرب، الدولة الأمة كما تؤكدون دائما. الدولة الأمة، كنا دائما نقول المغرب دولة أمة، والكثير أنه كيبقى كيشوف كيحاول يتساءل هل هذه المعادلة هذه. أولا في العالم كله دول الأمة قلال، دول الأمة ليتاناسيون، بمعنى ليتاناسيون كتطور. هنا كنقولوا الأمة والمغرب الآن كاين عنده واحد الجانب ديال التقاليد راه 13 قرن. ملي كاين جانب آخر وهو ملي كنهضروا على الدستور، كاين مثلا اللي كيشوف الدستور فقط النصوص اللي هي مكتوبة، كيشوف ما هو مكتوب، ولكن راه كاين في الدستور كاين المكتوب وكاين الأعراف الدستورية وكاين ما يسمى بالممارسة الدستورية اللي كتنشأ إلى جانب النص. اللي بغى يقرأ المغرب خصو يقرأ من هذا الجانب هذا. هنا كنشوفوا هذه الممارسة اللي قلت فيها انتظام، طريقة مثلا هنا كنشوفوا أمام البرلمان ربما اللي رجع كيشوف نفس تقريبا الصورة، الخروج ديال المغاربة، كيشوف اللباس، هذه المسائل كلها. ثم ملي غيدخل القاعة الافتتاح كيفاش كيكون بالقرآن الكريم، هذه الأمور كلها راه تقاليد، هذه كتسمى التقليدانية، بمعنى التقليدانية الدستورية في المغرب. ما حسب كدارسين للقانون الدستوري قليل في دول العالم اللي عندها واحد النوع من الممارسات اللي كنسميوها تقليدية بهذا الشكل هذا، إلا الأمم العريقة. لكن شوفوها